يقال على الأسواني دائما من أي شيء أقل يرجع على اللغة المحلية أكثر وشيء وليعقوب نبعد على اللغة اللغة المحلية الشعبية اللي هو دائما في المقال ديالو يقول الديمقراطية هي الحل. إذا أي موضوع يتناقش في البلاد أنا كنقول شخصيا كما تكون معي واحد المجموعة ديال عباد الله الديمقراطية هي الحل ومزيدا من الحريات الأكاديمية باش نعبروا بطريقة اللي كنحبوا فيها بلادنا. إذا توصيت أول حاجة هو الاهتمام إعادة النظر في مفهوم التنمية البشرية، وهذا المفهوم أنا غنفسر فيه شوية اسمح لي بلوعي الاستقرار، أتمنى أن لا يكون مخيبا للأستاذ. وقيلا غاتوقف هنا. هذه النقطة الأولى. المسألة الثانية هو تسمين الموارد الطبيعية بشكل يراعي مفهوم التنمية كما قلت بأبعادها التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ومدينة العرائش لها من المؤهلات ما بإمكانها أن تعرف نهوضا حقيقيا على مستوى التنمية ديرابل المستدامة، وإن كان هذا لوتر كيسمح التنمية السياسية لأن لا يمكن أن نتحدث عن تنمية مستدامة ونحن نعيش تنمية حشرية. إذا هذا واحد الشيء على سمح لي على الاستفهام، الله يعطيكم رضا، رضا ديال المقصد ديال مصطفى ماشي ديالي. المسألة الأخيرة هو الاهتمام بالبحث العلمي، هو إدماج الجامعة في المحيط ديالها، لكن المشكل دائما كما قال محمد عبد الجابري، هو أن محيط أمي كيفاش غيتم العملية ديال الإدماج؟ واش عليا الحرية الأكاديمية؟ واش فعلا سؤال وطرح؟ هل الخبراء الأساتذة والجامعة المغربية ضد الاستقطاب المفتوح؟ تساهم في صياغة القرار العمومي. واش كتساهم في صناعة القرار العمومي؟ واش مثلا أنا غنفصل أكثر ولا كتعجبني اللغة ديال السيستم والإدارة الشعبية، واش ممكن وأنا غنتكلم بعد هذا، واش السيستم كيغوت الناس اللي عندهم العلم وكل ما يجي دبروا معايا باش نديروا مخطط ديال عمل الجامعة. ثاني حاجة، واش كيغوت الجمعيات القوية أو كيغوت الجمعيات اللي كتصالح؟ لأن المجتمع المدني ديفيزي بار دو، كاين المجتمع المدني المناضل، كاين المجتمع المدني المصادر، كيقول نعم، حنا خصنا نقولوا لا. النضال الأخضر، يعني المجتمع المدني خصو يدير واحد المجهود قوي من أجل النضال الحقيقي دفاعاً عن البيئة، لأن البيئة هي اللي كنعيشوا فيها، فإذا كان في التراث ديال الناس كاملة كتدافع عليها، ما خصش أي مثال، التراث كتلقى فيه أزهار الرياض في أخبار القطعية، علاقة البيئة بالعدل. إذا الموضوع الأخير خصنا البيئة وخصنا العدل، نؤكد على أن المناخ غيكون زوين والمجتمع غيكون زوين والمغرب غيمشي في واحد الاتجاه اللي غادي يعرف فيه التنمية بعدها الاقتصادية والاجتماعية.